أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية إن المباحثات تضمنت تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والزراعة. التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكذلك فقد أكدنا خلال المباحثات على ضرورة وقف الإجراءات الإحادية التي تزيد من حالة الاحتقان لدي الشعب الفلسطيني من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وعلى صعيد العلاقات الثنائية فقد تطرقت مباحثاتنا الموسعة اليوم إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التي تمت أمس خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء في الوفد الفلسطيني مع نظرائهم المصريين، وخاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية.